الذي قري كي قريت بري بري كي بريت. إذا هذه اللازمة نجدها مكررة في الشعر. هذا النشاط اللي شنا الفعاليات ديالو اليوم هو كان بمناسبة توقيع ديواني الثاني اللي هو مقام الماء اللي تصدر في 2020 واللي اليوم كيشهد ثاني توقيع من بعد المعرض الدولي للكتاب. وكنتمنى ان هاد البادره هذه تكون منطلق وتكون فاء ان الامور ترجع للنصاب ديالها ويبعد علينا الله هاد الزائر الثقيل والغير المرغوب فيه. فديواني عيوط مهاني هو ثاني ديوان اللي صدرته واللي كيتكون من جوج الاقسام. القسم الاول اللي هو تراب الماء في خمسه القصائد، والقسم الثاني هو بعنوان ملوك الماء اللي هو في خمسه القصائد، وهو ديوان اللي تقريبا نهيته كتابته في 2008 ولكن ما كتبش الله يتطبع الا في 2020 في افق طبع واحد دواوين اخرى اللي باقات هي مخطوطه تقريبا خمسه دواوين اخرى، وهناك مجموعه ديال البطاقات حول العيطه الحصباويه بالخصوص حول المتون ديالها وحول ايقاعاتها. ايضا ساجمع هذه الوثائق في كتيب لأدلي أيضا بما أعرفه عن هذا الفن الأصيل والجميل. شيع بالكلمة هاد السيكي قامة قامة فوت قياس السما فوت قياس الما، را الكلمة بنت مقاز في المقاز رعات حلمة، الحلمة خطاها من غاز لمن غاز عودو من ما، المواد سكوتي في عش شحوتي وفيه العوم تزمم. بالنسبة للقصيدة عند ريس بالعطار هي تشتغل على اللغة الأم، حيث هناك من يشتغل على اللغة الثالثة واللي كتسمى بالفصحامية، وهذا يغني المشهد الزجالي. فقط يجب أن نكون شعراء. الشعر هو أو شعرية النص هي التي تحدد الأشياء. اكتب بأي لغة كيف ما بغى تكون هذه اللغة، ولكن كون شاعر، هذا هو الرهان الحقيقي. فمني كنقول أنا يا مني كندافع على الطرح ديالي أنني أحدث في اللغة من داخلها، من داخل لغة الزجل وليس من خارجها، وهذه هي هو التصور اللي عندي، أنني أجدد من داخل اللغة الأم وليس من خارجها. إذا الجديد كلنا نطمح إلى الجديد وكلنا نطمح إلى، إلا أنه ملي كنستعمل اللغة غير مزجلة، لأن الناس الملحون راه كانوا كيدخلوا كلمات بالفصيح باللغة المعربة أو اللغة المعيار، ولكنهم كانوا يزجلونها باش تجي في النشاط الصوتي ديال الزجل، وكانوا كيسموا الكلمة اللي كتدخل بحال مثلا شجرة، إلا دخلت بحال بهذا الشكل ما تقالش الشجرة، قالت شجرة، فكيتسمى قصيدة مبرصة، يعني فيها البرص بمعنى أنها مريضة، بمعنى أن هذا لحن في اللغة المحكية، كما أن اللحن في 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 في, في اللغة المعيار هو عيب، مثلا لا يمكن أن أرفع مفعولا به. أيضا لا يمكن أن أزنم أو أضع كلمة لها نسق صوتي مغاير، لأنه كيكسر الوزن أو النسق الصوتي ديال القصيدة.